انا وانا تخين كنت عارف ان انا مستخبي جوه نفسي، كنت عارف ان انا مش انا. يا جماعه انا عايز اعمل عمليه بس خايف، بيقولوا ليها اضرار. ايه الاضرار اللي ممكن تكون بعد العمليه اصعب من اضرار قبل العمليه؟ ما كنتش بعرف اركب الملاهي، ودي كانت بالنسبه لي ازمه. السلم ده كان بالنسبه لي مشكله كبيره، كنت اكبر ابتلاء ليا هو موضوع السلم. ما كنتش بعرف اتحرك، انا كنت بحب الرياضه جدا يعني. طبيعه شغلي ان انا مرتل. الموضوع ده كان عامل لي مشكله كبيره، لاني لما كنت بقف وانا بقول كنت بوصل مرحله ان انا بفهم بهمني. وصلت لمرحله ان كانت العمليه بالنسبه لي اختيار ما بين حياه او موت. انا كنت في الاول مش عايشه، لما كنتش عايشه انا كنت متواجده. النهارده نشكر الله انا ما بعانيش من الموضوع ده خالص خالص خالص. حياتي اتغيرت 180 درجه بعد العمليه. اختيار دكتور محمد هاني عاشور بالنسبه لي كان اكبر حاجه صح عملتها في حياتي.